العربية من خلال مسرح Arabs Got Talent. اسمي حسن الحجامي، أنا مغربي ساكن في فرنسا وفي أمريكان. أنا عصر هيب هوب دانس كوميدي. أنا بديت في فرنسا في الشارع رقص هيب هوب، وبشيت في أمريكان درت أوديشن في سيرك دو سولي، نجحت في الأوديشن وخدمت for 4 years in Las Vegas. Michael Jackson come to see the show, and right after the show he want to meet me. So I was like so happy. It was a good experience. After this America Got Talent, so I've been to the audition and it was big exposure. It was boom. I've been to France last year. I did France Got Talent and I've been to the final. Something in my head, I was thinking I need to go to Arab Got Talent. The Arab, they can know me. I'm 100% Moroccan, my blood is from Morocco. I have 2 kids, Younes and Ines. I'm doing this for my family, you know, for my kids to be proud of his father. I just think about my kids because this is my power for dancing. Sometimes you win, sometimes you don't win. The life is like this. Inshallah, inshallah, inshallah. Hassan, it's your time, your stage. Haspop. Let's go. مرحبا. أهلا وسهلا. شو الاسم الكريم؟ اسمتي Haspop. أنا مغربي ساكن في فرنسا and في أمريكان. كنت عايش بفرنسا وبأمريكا. إيه. طيب هلأ شو حتقدم لنا؟ My meme comedy dance. طيب تفضل. شكرا. برافو عليك. Well done. شكرا. أستاذ ناصر، شو رأيك؟ جميل. جميل 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 والله. حبيبي حبيبي. شو هالجمال، شو هال لأول مرة صدقا أشوف هذه المرونة في الجسم بهذا الشكل. يعني كل جزء من جسمك قاعد تشكله بقدرة عجيبة. كيف؟ أنا ما أعرف. اللي أعرف أنك أنت أدهشتني بهذا العرض، وأحييك وأقول لك شكرا لك على هالعرض الجميل.
نجوى بقول انك انت محتال. انت بتعرف تخطف كاميرا، بتعرف تشغل الناس، محترف. انت هيك حبيتك. وانا كمان يعني انا شفت هلا عرض عالمي، نحن فخورين فيك يا حسان. ان شاء الله بتلاقي بأرابس جات تالنت احسن ما لقيته بامريكا جات تالنت وفرانس جات تالنت. اهلا وسهلا فيك. نايس. خلينا نقرب هلا. ناصر، انا اشوف انه نعم شوي عليك. نعم نعم. نجوى، وانا كمان بحب العالم العربي عن جد يتعرف عليك. نعم. ثلاثة نعم، مبروك. There you go, man. Thank you. Wow. Great job. هيعمل نجم. قدرة. لا لا، خرافي. حاسبوب بموهبته الخارقة نال ثلاثة نعم بامتياز، وانهى نهارنا بجو حلو ومعه خرجت اللجنة بأعلى